أن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى هي من أعظم العبادات. ربنا قال: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ابن كثير رحمه الله ذكر عن الحسن البصري رحمه الله أنه تلا هذه الآية ثم قال: هذا صفوة الله، هذا ولي الله، هذا خيرة الله، أجاب الله في دعوته ودعا الناس إلى ما أجاب الله فيه وعمل لما دعا الناس إليه، فهذا خليفة الله. ولا شك أن الدعوة إذا كانت إلى الله فلا بد أن تكون بما شرع الله حتى تكون دعوة إلى الله. وأما إن كانت دعوة إلى غير الله فإنه سيحكمها الدستور بتاع الحزب أو النظام بتاع الجماعة، ولكن لا يحكمها ما جاء عن الله عز وجل وما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك ربنا قال: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى لا بد أن تكون، ويدخل فيها الفتية وغير الفتية، لا بد أن تكون بعلم. ولذلك من الكبائر العظيمة التي يعني نقلت فيها كلاما لبعض العلماء آيات بسيطة، من طول على الناس إن شاء الله، آيات في القرآن تحرم على الناس أن يقولوا على الله سبحانه وتعالى وأن يفتوا وأن يتجرؤوا بغير علم، خاصة فيما يتعلق بالأمور التي تخص أعيان الناس أو التي تخص عامة الناس. فدي أخواننا الواجب أن يعرف فيها الإنسان قدر نفسه وأن يرجع فيها إلى من هو أهل لذلك، وألا يتجرأ ويتعدى حده حتى لا يأتي بما يفسد ولا يصلح.